رأيك في نظام الثانوية العامة الجديد بعد ما الوزير خليه سنتين بدل 3 سنين؟ لا هو ان هو يخليه سنتين احسن عشان خاطر نبدا نتدرب وكده. لو كان من 3 سنين كان هيبقى وحش عشان خاطر ما كناش هنلحق نعرف اي حاجه. هو حلو بس فيه عيوب خفيفه، بس العيوب دي هتاثر عليه قدام. العيوب ان هما بيجاوبوا فينا احنا وفي حاجات ما درسوهاش، فلسه بيجاوبوا بيشوفوا الاخطاء اللي بتحصل فبيعدلوها. هو حوار النظام ان هو سنتين بدل 3 سنين ده نظام حلو ماشي، بس المشكله مش مشكله ان هو سنتين او 3 سنين، المشكله في مشكله التابلت، ان احنا هنبقى داخلين معانا اله يعني تعاملنا الامتحان هو اللي هيعلم، هو اللي هيعمل كل حاجه، احنا لسه ما اتدربناش عليه. واكيد احسن وادانا فرصه اكتر ان احنا نعرف النظام، ان هو احسن ان هي تبقى تجريبيه، لان اصلا في ناس كتير قوي مش متعوده على نظام التابلت، واحنا اصلا لسه لغايه دلوقتي ما اتدربناش على التابلت، فاللي هو اصلا ان هو مره واحده غير النظام خلاه فاهم، فدي اكتر بيدينا فرصه اكتر ان احنا نفهم النظام اكتر، وان احنا يدينا امتحانات اكتر نعرف نظام التابلت اكتر. لا والصراحه النظام تمام جدا، اللي هو كمان بقى سنتين، كان الاول كان بيقول لك 3 سنين ورا بعض، لا بقى سنتين، ان حتى الطالب اللي داخل يقول وبعد كده هيبدا يتدرب، بعد كده يبدا يشوف النظام بجد. هو النظام حلو وكل حاجه، وكمان يمنعنا عن ان احنا نشيل شنط وكده، والناس اللي بتبيع لنا الشنط ديت غاليه، وهيمنع الاستغلال، وهيمنع اللي احنا نشيل كتب كل يوم ونيجي المدرسه وكده. بقول حلو علشان احنا اول لسه داخلين على نظام جديد، فهناخد اول سنه تدريب، بعد كده هناخد اول سنتين بعدين هيبقى تحديد مصير لينا، اما اللي هيجي بعدينا مش هيتيح لي الفرصه اللي احنا حصل جت علينا احنا، ان يبقى في سنه تدريب وسنه تدريب ليه، فده يبقى حلو. هو صراحه هو حاجه حلوه ان هو هيدينا فرصه ان احنا يعني نقسم مجموعه، بعد ما كنا كل تركيزنا على سنه ثالثه بس، هيبقى تركيزنا على ثانيه وثالثه، ان احنا ممكن نذاكر اكتر في ثانيه وثالثه عشان نعرف نجيب مجموع كويس، عشان كان اصلا في السنه يعني السنه اللي فاتت كانوا بيقسموا بردك ثالثه على سنتين عشان يعرفوا يجيبوا مجموع، دي فرصه لينا احسن ان احنا نجيب مجموع في السنتين. هو حلو، هو حلو في ان احنا ممكن نعوض في ثانيه، يعني لو وقعت مننا حاجه في ثالثه نعوضها، ولو وقعت في ثانيه هنقدر برضو ان احنا نعوضها في ثالثه. هو حلو بس مش حلو فكره ان هو ضم علم رياضه على علم علوم. هو حلو يعني عايز انه ايوه هنبدا من السنه الجديده نكون على الاقل اتدربنا سنه، مفروض يعني لو كان سلمنا من اول الترم الاول كنا على الاقل اتدربنا سنه، وندخل سنه تانية فاهمين التكنولوجيا على التاب، وهنمتحن كويس ويكون كل حاجه.